برحب بحضراتكم مره تانية تكمله طبعا لفقرات استاد الاهلي، برنامج استاد الاهلي. يعني طبعا كنا معاكم من الصبح مباراه الاهلي وجندي واللي انتهت 4-0 للنادي الاهلي، طبعا مباراه وديه قبل السفر للامارات. دي كانت اولى فقرات استاد الاهلي، مكملين معاكم كلامنا في استاد الاهلي طبعا عن منتخبنا الوطني اللي فاز امبارح على المنتخب المغربي 1-0. اكيد كلنا كنا سعداء بشكل كبير وصول منتخبنا للدور قبل النهائي، اعتقد انها فرصه كويسه، فرصة كويسة للحصول على اللقب الثامن من خلال تواجد منتخبنا في خلاص في دور قبل النهائي. الأمور ابتدت تتسهل خطوة في خطوة، وصلنا لهذا الدور، أعتقد خلاص خطوة كمان ونبقى في النهائي ونوصل للهدف اللي احنا عايزينه. أكيد كلام كتير جدا على مباراة الأمس وأيضا على مباراة السوبر هنتكلم من خلال ضيوفنا، ولكن خليني أقول لكم بعض الأخبار اللي كانت موجودة معانا. كابتن جهاد جريشة اختير من الاتحاد الأفريقي أن يكون هو حكم مباراة السوبر اللي هتقيم، يعني هتبقى ما بين فريق سان داونز طبعا وفريق مازيمبي الكونغولي، واللي هتكون ان شاء الله في 18 فبراير القادم، هتكون في دوله جنوب افريقيا. ايضا كابتن هاني ابو ريده بيطمئن على النني شخصيا، وهو يعني عارفين طبعا المنتخب الوطني رحل لمدينه ليبرافيل اللي هي اللي هتقام فيها المباراه قبل النهائي امام بوركينا فاسو، فبالتالي كابتن هاني ابو ريده اطمئن بشكل كبير على النني، الى لحد ما النني ممكن ما يبقاش موجود الماتش الجاي. يعني الشد اللي الدكتور محمد ابو العلا بيتكلم على الجزء ده ان النني ممكن ما يبقاش موجود في مباراه بوركينا فاسو، لكن ان شاء الله لو وصلنا للدور النهائي اكيد محمد النني هيكون متواجد مع المنتخب. ايضا مشجعوا فلسطين او مشجعوا مصر بفلسطين احتفلوا امبارح يعني بفوز منتخبنا الوطني على المنتخب المغربي، وطبعا نزلوا الشوارع باعلام مصر، ودي حاجه جميله من اخواتنا في فلسطين، فبالتالي يعني كل التوفيق لمنتخبنا وكل الجاليات بقى، سواء اللي بيحبوا مصر طبعا وبيحبوا ان مصر دايما تبقى مبسوطه، يعني اكيد بيشجعونا بشكل كبير. خلينا نتكلم على مباراه الامس وايضا كواليس وما يحدث ان شاء الله في الفتره القادمه لمباراه السوبر اللي هتكون ليها يعني سبوت كبير ما بعد ان شاء الله بطوله الامم الافريقيه ورجوع منتخبنا يا رب منصور بشكل كبير. اكيد هيبقى مباراه السوبر اللي هتكون في الامارات ما بين الاهلي والزمالك، طبعا في ضيافتي هيكون استاذ عمرو الدرديري رئيس تحرير بوابه الاهرام الرياضي. اكيد لازم ارحب بيك استاذ عمرو، منور قناه الاهلي. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. مرحب بيك، ويعني حاجه اول مره حضرتك طبعا طبعا اول مره اكون موجود في ضيافه قناه الاهلي، وقناه الاهلي من القنوات المميزه طبعا. النادي الاهلي نادي كبير غني بشعبيته بجماهيريته، ونادي كبير وله اسم كبير ونادي القرن الافريقي، فبالتالي الواحد بيكون سعيد لما يكون موجود في قناه. احنا سعداء بيك استاذ عمرو، يعني اكيد استاذ عبد المنعم فاهم الناقد الرياضي بالاهرام الرياضي، برحب بيك استاذ عبد المنعم. اهلا كابتن محمد، وانا سعيد بوجودي معاك وسعيد بوجودي مع استاذ عمرو. نورنا. الله يسلمك. طيب خلونا نبتدي يا استاذ عمرو بمباراه الامس، يعني هي اللي كان سبوت عليها وما زلنا سعداء، جمهور مصر سعيد بفوز يعني من 31 سنه ما حصلش. ايضا انت بالفوز ده انت برضو ضربت عصفور تاني غير العصفور الاولاني، ان انت تكسر العقده دي ان انت صعدت للدور قبل النهائي. بتشوف المباراه امس ازاي والمكاسب اللي احنا حققناها؟ الحقيقه مباراه امس كانت مباراه قويه جدا، مباراه كانت صعبه للطرفين. منتخب مصر قدم شوط اول افضل من المنتخب المغربي، فرصه كانت افضل بعض الشيء. شوط تاني المنتخب المغربي بدأ يتماسك وقدم شوط تاني قوي، لكن منتخب مصر عناصر الخبرة فيه، عناصر المميزة فيه، العناصر اللي هي المهارات والناحية المهارية والعناصر الفنية عندنا احنا بنتميز بيها. قدر كهربا ان يرجح كفة منتخب مصر. عايز اقول ان منتخب مصر لعب باسلوب مشابه لكبير جدا الاسلوب المنتخب المغربي. المنتخب مصر دافع بقوه، ويمكن عايز اقول من المكاسب اللي لابد ان نتكلم عنها ان طريقه كوبر الدفاعيه اصبحت طريقه معترف بيها وطريقه مهمه جدا، لان الدفاع اصبح خير وسيله للحصول على نقاط المباراه الثلاثه او الفوز او التاهل للدور اللي بعد كده. الحقيقه لعبنا مباراه دفاعيه بتكتيك عالي جدا، كل افراد خط الدفاع تقريبا كانوا نجوم المباراه. عصام الحضري طبعا حدث ولا حرج، كان في قمة مستواه امبارح. الحقيقة في المجمل عندنا مكاسب كتير جدا، عندنا أداء فني متميز لمنتخب مصر، كمل أداؤه المتميز اللي كان في مباراة غانا في الجولة الأخيرة من الدور الأول. أعتقد أن لو منتخب مصر كمل بنفس المستوى وبنفس الروح، لأني عايز أتكلم عن الروح، منتخب مصر
والروح دي هي اللي يمكن العامل الأول والأخير في حسم دايما المواقع المهمة اللي بيحسمها الروح لمنتخب مصر. ده اللي حصل في مباراة المغرب، كانت روحنا عالية جدا، كان في أداء تكتيكي عالي، كان في التزام تكتيكي ووعي تكتيكي من معظم اللاعبين. في المجمل قدرنا نحقق النتيجة اللي احنا عايزينها. قدر كوبر يخرج من المباراة من النفق المظلم ان يكون عنوانها الفوز، والفوز المطمئن اللي وضعنا في دور ال 16 في دور الثمانية في دور الأربعة وخلانا من الأربعة الكبار في أفريقيا. احنا يمكن بعدنا فترة طويلة عن أفريقيا، بعدنا ثلاث دورات متتالية، لكن منتخب مصر دايما أنا بقولها ان منتخب مصر هو بيشبه بالنسبة لبطولات العالم المنتخب البرازيلي. إذا كان منتخب البرازيلي دائما مرشح للفوز باللقب حتى ولو هو مستوى بعيد، لكن هو مرشح دائما للفوز باللقب. منتخب مصر على مستوى أفريقيا هو برازيل أفريقيا، دايما مرشح للفوز باللقب حتى لما بعدنا ثلاث دورات ودخلنا المرة دي هو منتخب مصر مرشح لللقب. وإن شاء الله نعدي عقب الدور قبل نهائي ونوصل للمباراة النهائية. وأعتقد أن مباراة المغرب كانت هي عنق الزجاجة، لو حدينا منها هنوصل إن شاء الله للمباراة النهائية. متفائلين بأداء المنتخب، لكن مش عايزين نرتكن للتفاؤل فقط، عايزين نرتكن للعمل والمجهود في الفترة القادمة، لأن إحنا يمكن ما ريحناش الفترة الكافية لمواجهة الأربع مع بوركينا فاسو، فبالتالي المباراة عايزة تركيز شديد. صحيح. جدا عايزة أداء مختلف. صحيح. عايزة روح، نشحن الروح من جديد، لكن إن شاء الله متفائلين إن نحقق نتيجة إيجابية. يعني هناخد من كلام الاستاذ عمرو واجي لك زمنا في جزئيه ان منتخبنا الى حد ما يشبه يعني بيشبه منتخب البرازيل بغض النظر طول البعاد عن هذه البطوله، لكن خلينا اقول لك واحنا رايحين من هنا كان في انتقادات وان اداء المنتخب مش دفاعي اكتر منه هجومي، ولكن بالاداء اللي اتكلم عليه الاستاذ عمرو كمان احنا وصلنا للدور قبل النهائي، واعتقد في بدايه حتى البطوله كان في انتقادات لاداء المنتخب بالرغم ان احنا طلعنا اول مجموعه. بس في حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها، ان الانتقادات ديت يعني كانت انتقادات معظمها انتقادات جماهيرية وليست انتقادات لمدربين وفنية. بدليل ان انا كنت عامل حاجة في الاهرام رياضي استفتة ضم حوالي 100 مدرب و100 شخصية كروية يعني في التدريب، لها يعني خبرة في التدريب، 65 واحد او مدير فني او مدير او مدرب او من الخبراء زي ما بيسموهم اجمعوا على ان منتخب مصر سيكون في المباراه النهائيه وسيحصل على اللقب كمان. ودي من ناحية الشكليه. لو جينا بصينا للناحيه العمليه نفسها، كوبر انا بسميه كوبر الواقعي، كوبر الذي يعرف امكانيات لاعبيه، كوبر الذي يضع قبل كل مباراه هدف محدد، من خلال هذا الهدف يحاول ان يصل الى المطلوب. يعني كوبر لا يشتغل لا يعمل بطريقه الطريقه المجمعه في شغله، انه بيشتغل بطريقه اللي هو مباراه مباراه او الخطوه خطوه. في ناس كتير بتهاجم كوبر، بس معظم اللي بيهاجموا كوبر مش فنيين او ما لهمش باع طويل جدا في موضوع الفنيات والامور الخططيه، لانه كوبر عارف هو بيعمل ايه وعارف امكانيات لعبته كويس جدا، ولعبته حافظين فكر كوبر، وكوبر بيستطيع ان يعلم كل امكانيات كل لاعب، فبالتالي هو حافظ كل لاعب وامكاناته ايه، امتى يقدر يهاجم، امتى يقدر يدافع، امتى يكون موجود في الحته الفلانيه، امتى يرجع، امتى يستبدل لعبته. هذه الامور كلها خلت في انسجام ما بين اللاعبين وبين الجهاز الفني، وده اللي مخلينا نوصل لاماكن ابعد. كل دور بنطمع للدور التالي برغم الانتقادات. انا مع كوبر وشايف ان كوبر ده من المدربين الواقعيين اللي استطاعوا ان هم يصنعوا طريقه اداء للمنتخب المصري، اصبحت طريقه يعني علامه مسجله، واصبحت يعني وعدنا تماما الى عهد الراحل. صحيح. محمود الجوهري الذي استطاع ان يصنع لمصر تاريخ كبير بوصوله لكاس العالم 90 بهذه الطريقه، ووصوله الى منصات التتويج في الكان في 98 في بوركينا فاسو. فهذه الامور تجعلنا واثقين في ان كوبر عارف بيعمل ايه، وهو كمان في ميزه ان هو بيحاول انه يطبق امور بتفاجئ الخصوم وتفاجئ المنافسين. يعني هو لو بصيت لها من الناحيه الفنيه، حضرتك كنت من اللاعبين الافذاذ في استخدام ضربات الراس، مين في
في البطوله كلها حتى هذه اللحظه لفت نظرك ولفت نظري ولفت نظر استاذ عمرو في استخدام ضربات الراس. هو مفيش غير اسامواه جيان, مفيش غيره. لذلك هو بيحاول دايما كوبر انه يخلي المنافسين يلجأوا الى رفع او ارسال الكرات العرضيه, بس طب لمين؟ حتى تلاحظ امبارح لعب المغرب كله هو اللعب على الاجناح. ليه؟ لانك انت في النهايه بتوصل من ناحيه الاجناح, ولكن العمق مخلي فيه اثنين مقدمين افضل مستويات ليهم, هم علي جبر واحمد حجازي. فعلا. احنا قافلين المنطقه دي, قافلينها قفله كويسه جدا, وعندنا مفاتيح اللعب اللي بتقدر تسحب الفريق الى مناطق الخصوم. ولاحظ نقطه مهمه جدا يا كابتن محمد, ان منتخب كوبر بيهاجم مش هجوم عشوائي, لا, الكوره وهي معانا كل لاعب هو عارف دوره ايه, زي قطعه الشطرنج بالظبط, بحيث ان احنا ما نفقدش الكوره بسهوله. اي نعم بنهاجم قليل جدا وهجماتنا قليله جدا, ولكن هجماتنا بتوصل للعمق في كثير من الاحيان. لاحظ الكره الاوليه بتاعه تريزيجيه, انت وصلت للدور ده بثلاث اهداف بس. ده قمه العبقريه, لانه كل مدرب العالم بيعترفوا ان البطولات المجمعه زي كاس العالم, زي بطولات اوروبا, اي بطوله مجمعه المدرب هو اللي بيكون هو العامل الاساسي في ان يصل بفريقه او منتخبه الى المباراه النهائيه. ليس من المهم ان تمتلك الفنيات, ولكن من المهم ان تمتلك عقليه تستطيع ان تجمع لاعبيها, تستطيع ان تدب فيهم الحماس, زي ما يعني دي حتى سيميوني بيقولها, بيقول لك البطولات المجمعه لهم مدير فني لاتلتيكو مدريد, بيقول لك ليس مهما ان تكون منتخبا يعني ضليعا في الفنيات, ولكن لابد ان تمتلك مديرا فنيا يستطيع ان يقود لاعبيه الى منصات التتويج بالحماس رقم واحد او رقم اثنين, وبالكلام والكلام معاهم وتحفيزهم وايصالهم الى يعني فكره في ايه. فهذا الفكر بصل للاعبين, طالما وصل الى اللاعبين ثق تماما اللاعبين هيعملوا كل اللي هم عايزينه. صحيح. يعني انا برضو مش عايز اتكلم على كوبر بس, لان هو معاه جهاز فني بيكمله, يعني سواء بقى أكيد. كابتن اسامه نبيه, كابتن احمد ناجي, فانتا ايضا محمود فايز, يعني هم كلهم بيجتمعوا, يعني دايما بيشاهدوا مثلا فيديو بيتكون قبل كل مباراه عشان تحفيز اللعيبه, وده في حد ذاته بيرفع من الروح المعنويه, وان المصريين بيستنوهم بشكل بيتفضل. انا سافرت معاهم, كنت معاهم في نيجيريا. تخيل ان عمل المنتخب او عمل الجهاز الفني بيبدا من الطائره, سواء الطياره وانت ماشي او انت راجع. لو انت راجع او انت مسافر, هتلعب مثلا مع نيجيريا, هتلعب مع اي فرقه, هتلعب في بطوله مجمعه, محمود فايز بيعمل ايه؟ بيجيب فلاشه فيها كل المباريات اللي هي الفرق, اللي هي المجموعه اللي انت هتقابلها او الفريق اللي انت هتقابله, فيها كل العناصر اللي نقاط القوه ونقاط الضعف, ويتفرجوا عليها لغايه ما يوصلوا ده دور مين. ده دور محمود فايز. عندك اسامه نبيه طبعا دوره لا يعني لا يمكن انكاره, وباقي الجهاز. انا بس حبيت اقول لك المعلومه دي, لان شفتها اكثر من مره, ان الجهاز الفني بيعمل في صمت, تلاقي كل واحد فيهم بيتكلم يعني في دور اختصاصاته. وطبعا اسامه نبيه, انا صعبان عليه اسامه نبيه بصراحه, بياخد كلام كتير جدا, وان هو بينحاز للزملكاويه وينحاز لمش عارف لمين, كل هذا الكلام عاري تماما من الصحه, لان اللي ما يعرفش هيكتور كوبر يقول عليه انه ممكن, يعني اللي يقول عليه انه هو ممكن يسمع كلام اي حد تاني يبقى ما يعرفش كوبر. كوبر ديكتاتور ولا يسمع كلام احد. استاذ عمرو, خليني يعني اعرف من حضرتك فرص, يعني بالنسبه لوجهه نظرك فرص مصر, يعني ان شاء الله في المباراه القادمه ووصوله للمباراه النهائيه وفوزه ايضا ببطوله الامم الافريقيه. قبل مباراه مصر وبوركينا فاسو, بالتاكيد الترشيحات كلها تصب في مصلحه منتخب مصر. منتخب مصر التاريخ والجغرافيا وكل حاجه هتصب الترشيحات في مصلحه منتخب مصر, لكن ده لا يعني ان منتخب الخيول منتخب سهل او منتخب بسيط, لا, ده منتخب وصل لهذا الدور من خلال مباراه صعبه جدا. صحيح. اطاح بالمنتخب التونسي في موقعه كانت صعبه جدا. صحيح. فبالتالي ضربة قاضية يعني في خمس دقايق طبعا, وبهدفين في توقيت قاتل وبشكل مباغت وسريع, ده معناه انه منتخب مش سهل. لكن الحاجة اللي بتطمننا ان احنا بنكرر تجربة مرت بينا قبل كده. احنا واجهنا
قبل كده منتخب بوركينا فاسو في دور قبل نهائي وقطعنا بيه ووصلنا للنهائي وكسبنا البطوله. كعب عالي دي يعني بتدينا نوع من الاريحيه شويه. لكن عايز اقول منتخب مصر حظوظه اعلى، لكن ده قبل، دي الحسابات اللي هي بتبقى قبل المباراه. لكن الحسابات اللي قبل المباراه قد تختلف تماما اثناء المباراه. صحيح. فبالتالي اثناء المباراه في كلام تاني خالص وكلام مختلف خالص. فبالتالي احنا يهمنا جدا الاعداد النفسي والاعداد الخططي والاعداد حتى القتالي اثناء المباراه، لان ال 90 دقيقه دي هي اللي هتفصل في النتيجه. فبالتالي ال 90 دقيقه دي محتاجه اعداد من شكل خاص. انا توقعاتي للموقف ان كوبر بمجرد ما انتهى من مباراه المغرب في الدور الثمانيه، هو بدا يفكر تماما في مباراه الدور قبل النهائي. لان يعني اخذ من كلام الاستاذ عبد المنعم لما قال ان هو كوبر بيتعامل مع المباريات وحده، يعني كل مباراه على حده، فبيتعامل وحدات منفصله وكل مباراه على حده. فبالتالي هو خلاص انتهى من مباراه دور الثمانيه، بيفكر في مباراه دور قبل نهائي، بيعد لعيبته لهذه المباراه بشكل حماسي وقتالي معين. فبالتالي هو حط ايده على نقاط قوه وضعف في فريق بوركينا فاسو، لكن هو في نفس الوقت مركز مع اسلوب لعب فريقه. يعني احنا لو لاحظنا في المباراه الاربعه اللي خاضها منتخب مصر حتى الان، منتخب مصر قدر يفرض اسلوبه على الاخرين، ودي نقطه مهمه جدا. لو المنتخبات الكبيره اللي بتنافس على لقب او بتلعب على بطوله لازم تفرض اسلوبها على الاخرين. يمكن احنا في اخر تلت ساعه من مباراه المغرب احنا فرضنا اسلوبنا عليهم في الوقت الاخير، رغم ان هم كانوا بيهاجموا. صحيح. بس احنا فرضنا اسلوبنا عليهم وخليناهم اجبرناهم على ارسال الكرات العرضيه، واجبرناهم على ان الهجمات المعاكسه بتاعتنا اي رد فعل عكسي لينا كانت هجمات مهمه جدا ومؤثره جدا. وشفنا محمد صلاح دخل باكتر من كره في الاوقات الاخيره كانت مؤثره، وكهربا لما نزل بدا يعمل نوع من الـ من الـ من الضغط على الفريق المنافس، وشفنا قد ايه دور تريزيجيه كان دور محوري ودور مهم جدا. فبالتالي كوبر بيدرس فرقته كويس جدا، بيحاول يفرض اسلوبه من خلال التكتيك ومن خلال الجمل التكتيكيه. وده كمان استاذ عمرو يعني يخلي ان مثلا الكلام بتاكده حضرتك، هيرفي رينارد بعد المباراه بيقول الفراعنه قادمون، وده يعني تصريح اكيد مهم جدا منه. لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع ضيفنا كلامنا عن مباراه مصر والمغرب ان شاء الله، وايضا مباراه مصر وبوركينا فاسو ان شاء الله متوقعه يا رب بامر الله فوز يكون لمنتخبنا الوطني.